مهم جدا في الدورة الـ11 لمهرجان دبي، تكريم نجم عربي كبير، تكريم السينما المصرية كلها، تكريم مشوار نجاح، تكريم أعمال وفن جميل، تكريم زمن الفن الجميل، تكريم الأستاذ اللي خرج نجوم على الساحة العربية كلها، قدم للسينما المصرية مش هقول كام فيلم لأن مش هقدر أعد الأفلام الكتير والمهمة اللي قدمها هدية، سواء من إنتاجه أو سواء من تمثيله أو سواء من إخراجه، وقدم وجوه جديدة من المخرجين وكتاب السيناريو والنجوم. هو فنان، هو أستاذ، هو عاشق للفن، قدم حياته كلها للفن، عشق الفن والفن عشقه. والنهاردة مهرجان دبي والإمارات كلها بتكرم تاريخ طويل ومشوار طويل، فنان عظيم وكبير، الأستاذ نور الشريف. يا أهلا بيك يا بوسي. ألف مبروك. الله يبارك فيكي. يعني أنا النهاردة بقول السينما المصرية كلها بتتكرم تحت عبايتك. الله يخليك، السينما العربية كمان. الله يخليك. نور الشريف مش أول مرة بيتكرم، نور الشريف اتكرم من دول واتكرم من رؤيسة وأخد أوسمة كتير في كل البلاد العربية، ولكن النهاردة أول تكريم من الإمارات. وده اللي بيسعدني الحقيقة، لأن طبعا الأوسمة والتكريمات الرسمية مهمة، لأنك بتشعرك أن ليك دور عربي. يعني أنا لا أنسى كانوا جابوا حوار قديم لعبد الحليم في التلفزيون، ناسي مين المذيع، ليلى رستم او مين، فبتقول له بجد؟ قال لها احلف بقوميتي وعروبتي، احلف بقوميتي وعروبتي. لان كان السائد من يومين اما اتذاع نشيد وطني حبيبي الوطني الاكبر جسمي اشعر، كان في يعني الحمد لله بنرجع لها المرحله دي دلوقتي في العالم العربي، وخصوصا البيان الاخير بتاع مجلس التعاون الحقيقه في مسانده مصر والرئيس السيسي بتاع البيان بتاع امبارح، رائع رائع رائع، وبيؤكد عوده هذه الروح بتاعه الحس العربي، القوميه العربيه، الانتماء العربي. فانا سعيد ان التكريم في مهرجان دبي في مهرجان دولي في دورته الـ11، فده سعيدني جدا. يعني طبعا النهاردة مش بس تكريم، ولكن كمان في عرض فيلم جديد ليك، فيلم انت مستنيه وعايز تشوفه، عشقت الشخصية وحبيتها، وده يمكن اول عرض عالمي ودولي النهاردة في مهرجان دبي بتوقيت. هو طبعا انا الفيلم ده انا حبيته جدا، وانا اختياراتي الاولى بتبقى من الانطباع الاول من القراية، فأنا حبيت الفيلم ده من أول قراية، رغم إنه فيلم بسيط، بسيط جدا. ما أقصدش إنه بسيط يعني إنه ما فيش رأي، ما فيش فكرة، لا لا لا. أنا أقصد إنه ناقش قضية مهمة جدا، تغير الذوق والسلوك في الواقع المصري ويمكن في العالم العربي، نتيجة التغيرات الإسلامية في المنطقة، بشكل ذكي جدا جدا وساخر. فده شيء مهم أوي أوي النهاردة. إن إحنا محتاجين في الفن أسلوب جديد في مخاطبة الجمهور، لأن البرامج الحوارية تجاوزت كل شيء في الجرأة وقلة الأدب يعني في كل حاجة. فأنا لو هاجي أعمل فيلم سياسي زي اللي عملناهم في السبعينات، النهاردة مستحيل هقدر أقرب من الجرأة اللي موجودة في البرامج الحوارية، وده مش مطلوب، وإلا هيبقى فن مباشر والبرنامج هيكسبني. لكن اللي حاصل في توقيت القاهرة بداية سكة ازاي تخاطب الناس بشكل انساني، توريهم العيوب اللي حصلت لهم في المجتمع يعني. وهو ده نور الشريف، ان كل عمل بيقدم فيه خبرة وبيقدم فيه رمز وبيقدم فيه يعني عبرة لده. طبعا نور الشريف مش اول مرة مهرجان دبي، انت حضرت الدورة الاولى والتانية. انا حضرت الدورة الاولى والتانية، وانا سعيد باقامه المهرجان، وبتمنى الاستمرار طبعا وعدم توقف المهرجان لاي سبب من الاسباب، ووضع خطه لتبني الاجيال الجديده من السينمائيين في العالم العربي، لان ده الامل. لان بصراحه انا خايف على السينما، خايف جدا على السينما، واذا ما كانش في دول قادره زي الامارات
على تشجيع السينمائيين، ما أقصدش بزخ، لا لا، يعني إحنا بتوقيت القاهرة فيلم تكلفته قليلة. لكن الموضوع مش موضوع فلوس، يعني كان يعني دايما يوسف شاهين بيقول الفلوس الكتير ممكن ما تصنعش إبداع يعني. ما طبعا هقول لك، فيلم كليوباترا بتاع إليزابيث تايلور وبيرتون هذا ناشي، وأرجو السادة المشاهدين لو اتذاع الفيلم هيلاقوا إن الجزء اللي كان فيه ملايين الدولارات الديكورات الذهب كانت واكلة الممثلين وما وصلهاش حاجة، أما الفلوس خلصت وبقى التمثيل على ستاير زي المسرح، فجأة بقى فيه فن حقيقي. ده تأكيد لرأي أستاذنا شاهين إن الملايين ما بتصنعش فن حقيقي. النهارده وانت بتتكرم وجاي من مصر للامارات في الطياره كده قاعد مع نفسك، ولو ان احنا ما اديناكش فرصه تقعد مع نفسك، قعدنا نرغي وكل الاجيال محمد رمضان ولطفي لبيب ولبلبه ونسرين امام كلهم عايزين يسمعوا منك ويتكلموا معاك، اكيد عملت كده مشوارك ده النهارده تهدي لتكريمك ده او تهدي تكريمك ده لاني دور او لايه؟ ايه احلى حاجه في حياتك؟ هدي الأساتذتي اللي علموني ده بجد، أهدي الأساتذتي اللي في المعهد أولا، أهدي لأختي عواطف اللي ربتني وعمتي وعم إسماعيل وأستاذي نبيل الألفي وسعد أردش وعلي فهمي جلال الشرقاوي، وبعد كده في عالم الاحتراف الأستاذ محمد فاضل في التلفزيون هو والعظيم الكبير نور الدمرداش، الأستاذ حسن الإمام في أول تجربة في السينما، طبعا شاهين، سمير سيف، علي بدرخان، محمد خان، خايف أنسى حد، أشرف فهمي، كل المخرجين دول بهدلهم التكريم اللي أنا هحصل عليه النهارده. نور الشريف وانت بتتكرم في اسكندرية ودموعك نزلت وقلت أحلى لحظة عشتها وأتمنى كل زمايلي يعشوها، هل حاسس بنفس الإحساس ده النهاردة ولسه حلاوة التكريم بعد كل التكريمات في كل البلاد العربية وفي مشوارك الطويل وفي أعمالك الحلوة اللي قدمتها ومع جمهورك في مصر لسه في سعادة وحلاوة لكل تكريم؟ بصي طبعا التكريم شيء مهم للفنان، ويتوازى مع التكريم لحظات حب من الناس، يعني في الجزائر في الأميرة والصعلوك أول دخول لي على المسرح أنا بكيت بالدموع برضه، أنا من دموعي صعبة مش سهلة، لكن التسقيف استمر 5 دقائق وكان على عدد ضخم جدا، كان في عنابة على ما أذكر. أما عملت العرض المسرحي من إخراجي وإنتاجي اللي هو سارة مع الضحك، آخر ليلة في المحلة طلبة الجامعة الأغنية جايين بعربياتهم الغالية وإحنا راكبين ميكروباص، أنا ورغدة وأحمد بدير وعلي سالم من المحلة للقاهرة، عربيات فخمة بتزفنا لحد البيت، دي لحظات بتتساوى مع التكريمات الكبيرة، لكن للأسف هذه اللحظات ما بتتسجلش، يعني بتتذكر في القلب لكن ما لهاش وثيقة، لكن التكريم الرسمي بيظل محفور. أستاذ نور مش هتعبك ولكن هيكون ليا لقاء معاك آخر إن شاء الله ومع عرض الفيلم اللي انت ما شفتوش وهتشوفه معانا ونتكلم أكتر، ولكن لبلبة حابة تسجل كلمة ليك النهاردة يوم تكريمك، ولبلبة وميرفت أمين وكل النجوم، لطفي لبيب حكى ذكريات حلوة ليك انت وهو لما طلبت تتجند وطلعت معايا في الجيش، والنهاردة لبلبة أنا مش عايزاك تقوم، خليك زي ما انت، هي هتيجي تقعد جنبك هنا، تعال يا نونيا جنبنا في ليلة ساخنة من أجمل الأفلام اللي عملتوها سوا ومن أهم أفلام السينما المصرية، عايزة تقولي إيه النهاردة لنور الشريف في يوم تكريمه؟ عايزة أقول له ألف مبروك، ربنا يخليك ليا ولكل المحبينك، وأنا مش ممكن أنسى أبدا لما اشتغلت مع ليلة ساخنة، يعني أقدر أقول لك أيوة الدور كان حلو والله يرحمه عاطف الطيب، لكن لولا وجود الأستاذ نور الشريف أنا ما كنتش خدت الجوائز دي كلها، لأنه كان بيساعدني كتير وبياخد باله عليا، ومش ممكن أنسى في يوم كان المفروض إنه هو خلص
كل شغله وقالوا له تفضل يعني ممكن تروح. هو قال لهم لا انا هفضل مع نونيا عشان اديها الاحساس واقف جنب الكاميرا واديها مشاعر الحب والاشياء دي. فانا لحد ما اتدفن انا مش هنسى اللي عمل الاستاذ. الله يخليكي الله يخليكي. ليلى ساخنه من افلامك المهمه اللي في مكتبك. طبعا يعني تاني جايزه عالميه ليا وتجربه صعبه، اصعب تجربه ليا كممثل في اسالي نونيا العربيه. كنت بدور الكاميرا وادور النجرة واخد الكلاك ونصور، ولو الحاجات دي معايا جوه العربيه بقدر اعمل ستوب، لو ما كانش بهدي في ظل زحمه عربيات ونور في وشك لحد ما يلحقونا ويوقفوا الكاميرا. فتجربه قد كده صعبه لان تلتين الفيلم جوه العربيه. ما كنتش معترض ان نونيا معروفه عنها انها نجمه استعراضيه وكده، والدور ده تقيل وصعب ونقله تانية ان هي تعمل الدور ده. انا ما اعترضتش لان هي اللي مختاره الموضوع. أيوة. وده اللي هزني، كان حلمي. فهنا ده يعني انا من المؤمنين بان اصرار الفنان على تحقيق اللي عايزه اهم حاجه. الاخرين يقولوا لا ده ينفع ده ما ينفعش، ما ياخدش باله ويعمل اللي هو عايزه. وانا اعتقد ان كان ليلى ساخنه نقطه تحول في حياه لبلبه، وهو ده نور الشريف. مش بس بيطلع نجوم ولكن بيقف جنب حلم اي نجم بيحلمه، وحقق حلم نونيا اللي غير مصير مشوارها الفني. انا عمري الفني يعني طول 10 15 سنه، اذا ربنا اداني عمر ممكن كمان 20. فكفايه وقفتي جنبه وكفاية انه بستفيد من جماهيريته الكبيرة. جات القطة، ممكن تقتحمي ميرفت امين وتوقيت القاهرة. 29 عمل مع نور الشريف، 28 فيلم ومسلسل، واحدثهم توقيت القاهرة النهاردة اللي احنا بنسعد بيها. وتيجي جنب، تعالي جنبنا هنا بقى، تعالي يا نونيا جنبي، تعالي جنب نور هنا. وصلت القطة الجميلة. عايزة أقول للمشاهدين العين عليهم جامدة جدا، والعين على فيلم توقيت القاهرة وعلى نور وعلى ميرفت جامدة جدا، وعلى نونيا أنا لازم أحكي لكم، بس أنتوا عشان عندكم فيلم هنا فالقر جامد جدا عليكم. لازم أقول إن ميرفت أمين قعدت 3 ساعات في مصر على بال ما وصلت الطيارة، الطيارة فاتتها واضطرت تقعد في المطار 5 ساعات على بال ما تاخد طيارة تانية، وصلت الساعة 5 الصبح. النهاردة وهي نازلة بتلبس الفستان السوستة طقت، وهاني البحيري لحقنا النهارده وعمل معجزه. فالعين عليكي جامده جدا. نور الشريف موبايله اتسرق، ولكن الحمد لله طلع ما اتسرقش، طلع انه وقع في العربيه، ولكن الامانه اللي موجوده في دبي الراجل السواق جابه له لغايه الاوتيل. فانا بحيي الامانه اللي موجوده في دبي. بس طبعا امبارح كان قلقان جدا، وانا اقول له انت في بلد الامن والامان، ما تخافش يا استاذ نور الموبايل هيجي. بس قعد ساعتين لان طبعا عليه كل النمر كل الصور وكل الذكريات الحلوة. فنقول ايه، خد الشر وراح. الحمد لله الحمد لله. لسه في حاجة، موبايلي مات فجأة. انتي كمان يعني معلش، احنا عايزين بس العين. مش عارفة في ايه كمان هيحصل، بس يعني الحمد لله. ميرفت امين 28 فيلم مسلسل، وده الفيلم غير المسلسلات، 28 فيلم ومسلسل، هو مسلسل واحد. اتنين مسلسل في زمان قوي، مسلسل سينمائي، وده الانتقام. الانتقام واحدث حاجه توقيت القاهره. المشوار ده، ويمكن انتوا الاثنين اتكرمتوا مع بعض في مهرجان القاهره. نور حسين فهمي عمل حاجه حلوه قوي، افلام الرومانسيه. دويتو كنت انت شفتي في احلى من كده؟ دويتو من الحفيد، من الحفيد لتوقيت القاهره. نور الشريف، هو نور الشريف ما اتغيرش خالص، انا بشوفه بقلبي دايما. الله يخليك. ميرفت نور، ايه البصمه اللي عملها في حياتك؟ كتير كتير. نور من الممثلين اللي ساعد اجيال. يعني انا كنت بشوفه اولا، هو اول واحد بيصحى ما اعرفش ليه يعني، واكتر واحد بيشتغل، لدرجه كنت اقعد مثلا في الفيلم اقول له ايه، هو انت المنتج؟ هو في ايه، انا تعبت انا عايز اروح. يقول لي لا معلش معلش، مش كده يا نونيا؟ ايوه. عشان نخلص عشان نخلص. مواعيده جميله، مواعيده طويل، هايله، وباله طويل، وباله طويل جدا مع الوجوه الجديده. ف
فوق ما تتخيل، صبور وعايزهم يطلعوا في احسن صوره، وحتى لو هو عمل المشهد يعني اللي هو تقولي ما يتعدش، لو لقى اللي قدامه مخستك شويه يرجع يقول له تعالى. ده بالنسبه للجديد، وبالنسبه لي يعني كان يجي يقول لي ايه ميفا نقوله كمان مره حقيقي. ف تعرفتي ايام الشباب كان لسه مش الاستاذ اللي بيعلم، كان لسه بيتعلم. شفتي نور الشريف وطموحات الطموح اللي كان فيه؟ هو 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 عايشني في قلق في اول حياتنا سنين طويله قوي، لو هو فاكر العمله اللي عملها فيا. اصل انا هموت وانا عندي 29 سنه. في ايه يا نور؟ فاكر ولا 26. لا 26 ما سمعنا 26 لاني والدي مات 26 سنه وسابني انا واختي عوضي، وابن عمي بعديها احمد مات 26 سنه وساب ولد وبنت. فانا دراسه بقى، فانا قلت يعني ربنا بعت علامات، اصل لازم الواحد ياخد باله. فعيشني بقى في الـ في الـ كان عايز يشبع عم المعروف. كان طموح، كنت حاسه ان نور الشريف هيبقى اهم نجم في الوطن العربي؟ لا طبعا. كلنا كنا مجتهدين، اللي ما عندوش طول بال يحتمل قسوتها يقع في السكه. ما كانش مثلا يعني ايام الشباب بيبقى ايه كل واحد عايز يظهر ياخد اضاءتك ينفسن عليكي يشيل حته من نورك، الحاجات اللي بيعملوها الجيل الجديد؟ من يومه لا، من يومه لا، من يومه خالص. من يومه بيحب يساعد. شفتي بقى النهارده في توقيت القاهره النضج بقى والتقل، شايفه وانت بتمثلي معاه اول مشهد بعد يمكن 7-8 سنين؟ لا كان مشهد فظيع مش كده؟ قالت لي دموعها نزلت. بصي طبعا انا كنت في حيره، مش انا كل اللي ورا الكاميرا دموعهم نزلت. كان نفسي اعمل الدور اللي قصاد ميرفت اللي عمله الزميل العزيز سمير صبري، لكن انا ما عملتش اللي عنده زهايمر، وكان مستهويني قوي قوي الطريقه اللي كاتبه بيها امير، فيعني بعدت عن ميرفت غصب عني. بس فضل يعني انا اعتقد مش عايز احرق الفيلم، اما الناس تتفرج الخيط موجود طول الوقت. رغم ان بنلتقي مشهد واحد الا انه قصه حب لا يمكن تتنسي. يعني احنا هنشوف الفيلم وهنتكلم اكتر عن الفيلم طبعا. انا سعيده ان معاك نجماتك اللي عملوا معاك اجمل الافلام واحلى الافلام، وفي واحد من الجيل الجديد عايز ابنك وطبعا فناننا الجميل برضو لازم يجي معانا. قعد يا احمد جهل، تعالى استاذ لطفي لبيب كمان عايز يهنيك، اتفضل يا استاذ. اهلا اهلا اهلا، الف مبروك حبيبي. بس كل واحد هيقول مبروك لاستاذ. مبروك يا نور، واقل استحقاق، بل انك ستضيف على التكريم قيمه. الله يخليك، وربنا يديك الصحه ويخليك لينا يا رب العمر كله. طبعا مبروك، الف مبروك، وانا يعني مدين ليك بكل الفضل، وربنا يعلم يعني ده والله فعلا انت استاذي. هو لا دي حقيقه، والكل يعرف ده يعني احنا كلنا عارفين ده الحمد لله. طبعا يساعد اللي بيشتغلوا معاه معروف عنك انكار الذات، صدقني. يعني الف مبروك يا فنان يا عظيم، تكريم فنان الصغير والكبير كل الاجيال، نجمات ونجوم بيعشقوه، تكريم السينما المصريه والعربيه النهارده في مهرجان دبي. كل سنه وانتم طيبين. هو تكريم لينا كلنا على فكره. طبعا هنتكلم تكريم لمصر على فكره. تقولوا بقى كل سنه وانتم طيبين كده مع بعض، وسنه جديده عليكم. كل سنة وانتم طيبين. سنة طيبين، سنة حلوة، ونلتقي دايما وكل أمنياتكم تتحقق. ويا رب يا 14 يتعدى على خير. هتعدي بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين كلكم، وهنستقبل 2015 مع بعض بإذن الله مع كل النجوم وأحلى سنة سعيدة. ميرسي يا ميرسي. تحية حبل وتقدير للممثل الذي جسدنا كلنا بأدواره المتعددة، الفنان الكبير نور الشريف.
الدورة الحداشر، 11 سنة، سنة ورا سنة معاهم في دبي، بنشوف نجاحات وبنشوف نجوم، نجوم عالمية ونجوم عربية، نجوم خليجية، بنشوف أفلام، بنشوف فن جميل، بنشوف السينما اللي بنعشقها وبنحبها، السينما اللي هي أغلى من حياتي وهي كل حياتي، السينما اللي بتسعد الملايين، السينما اللي بتجمع الملايين.